هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هعمل ليف ان جل الصبار، جميل جدا جدا للشعر وناعم وبيدي كده قوام مخملي جميل جميل جميل. اول حاجه طبعا هاخدها معايا النهارده، انا معايا الماء المقطر واخدت منه 78 جرام فاصلة 3. طبعا انتوا عارفين ان انا بشتري الماء المقطر من الصيدليه، بشتري اكياس اضمن حاجه. هضيف عليهم بالظبط 5 جرام جليسرين، هضيف 6 جرام من خلاصة الصبار او بيتقال عليها خلاصة الاوليفيرا، وبيتقال عليها كمان عصير الاوليفيرا، وبيتقال عليها ماء الاوليفيرا، كل دول حاجة واحدة، دايما بتكون مائية، عمرها ما بتكون زيتية. هقلب كده تقليبة بسيطة، هنا انا معايا جرام واحد فقط من الكربابول، وهرش رشه كده على الوش، وعشان كده انا اشتغلت ببيكر واسع علشان الاذابة تكون اسرع بتاعت الكربابول، وهسيبه في حاله تماما لحد لما يدوب لوحده، مش هعمل فيه اي مجهود، هغطيه بالستريتش الغذائي بتاع المطبخ واسيبه في حاله بقى. هنا الكربابول زي ما انتم شايفين كده داب تماما، خد حوالي 3 ساعات او اكتر. ابدأ ان انا اضيف بقية المكونات تباعا واحدة واحدة. اول مكون معايا هضيف 2 جرام من زيت جوز الهند المجزأ اللي هو كابريليك تراي جليسرايد. اختصاره CCT. وده زي ما قلت لكم قبل كده هو مستخرج من زيت جوز الهند، لكن هو مش زيت جوز هند، هو معالج يعني بطريقة شبه كيميائية كده، وهو ما بيتجمدش خالص في الشتاء، وهو سريع الامتصاص. دي مستو. تاني مكون معايا السيترول HT HE. ده بيديني ترطيب حلو قوي، ده لو تفتكروا اللي احنا بنستخدمه في الشامبو مع الكوزميديا جوار. بعدين هضيف 2 جرام من السيليكون المائي اللي هو السيليكون المستحلب، ده بيكون خليط من البوليمر والسيليكونات، اسمه العلمي عشان لو حد عايز يقرا عنه اسمه دايماثيكون كوبليول. هنا انا معايا جرام من البولي سوربيت 80، هضيف عليه جرام من زيت اساسي التفاح الاخضر، ريحته جميله جدا ما اقولكوش بقى، يعني ريحه فريش كده وخفيفه يعني. البي اي اتش بتاعي هنا يعني اقل من 6، هو المفروض يبقى من 6 ل 7، فحط نقطة او نقطتين من التراي ايثانول امين.
بصوا انا هنا وزنت جرام من التراي ايثينول امين، على اساس ان انا حطيت الكربابول جرام، فانا ممكن كده اشوف ابتدي احط نقط كده بسيطة لحد لما يربط اكتر واوقف. تقل على طول اهو، اداني قوام جامد. هرجع اقيس تاني البي اتش. هنا اهو القوام بتاعي رايح على الستة، هنا كده ممتاز. اضيف لون اخضر علشان يليق مع التفاح الاخضر، وخدت لون طبيعي من الكلوروفيل. طبعا لو ما عندكيش تقدري تستعملي لون مائي عادي يعني. خدت منه دوبك كده اهو زي ما انتوا شايفين نقطتين. اضيف 0.5 من الفينوكسي ايثانول، اضيف 0.2 من ال WS1، كده الكريم جل التفاح ده ليف ان جل للشعر، قوام مخملي جميل جدا بريحة التفاح الاخضر، جميل جميل جميل، وزي ما انتوا شايفين كده يعني واضح ان هو ناعم موت يعني. ده كريم جل مخملي مخملي للشعر، بيتحط على الشعر عشان ممكن الناس اللي شعرها هايش عايزين يلموا شعرهم، بيبقى حلو قوي، وحلو قوي كمان للصغيرين وهم رايحين المدرسه اللي شعرهم بيهيش، برضو هيفيدك قوي. شايفين لونه جميل ازاي، وريحته بقى ريحه التفاح الاخضر، ريحه طبيعيه بزيت اساسي التفاح الاخضر، اديت له ريحه جميله 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 جدا. ده طبعا بيتحط على الشعر ما بيتشطفش، تحطي على شعرك وهو مبلول، وتحطي على شعرك وهو ناشف سيان، تقدري تستخدميه بشكل يومي مش بيأذي الشعر، جميل 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 جدا.